الرئيس المجلس الإقليمي خنيفرة. المجلس الإقليمي اليوم عقد الدورة العادية لشهر شتنبير 2024، وكما تعلمون هاد الدورة هادي ديال شتنبير ككل سنة كتزامن مع الدخول المدرسي، وكتزامن أيضا مع الاستعداد للموسم الفلاحي. وهادو كانوا موضوع نقطتين من بين النقاط ديال جدول الأعمال ديال هاد الدورة. فتتبعنا جميعا العرض اللي قدمه السيد المدير ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اللي كيخص الاستعداد للدخول المدرسي. وهاد الدخول المدرسي ديال هاد العام كيتميز على السنة الماضية بحيث تبدلت مجهودات كبيرة، مجموعة من الإكراهات تم التجاوز ديالها، وحتى الأقسام المكتظة تم القضاء عليها. فتبين على أن الدخول المدرسي ديال هاد السنة هادي إن شاء الله غادي يكون دخول ناجح. فيما يخص العرض اللي تقدم به المدير الإقليمي للفلاحة، هو أيضا كيهم التدابير والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي 2024-2025، خاصة وأن الحصيلة ديال الموسم الفلاحي الماضي كانت صعبة بسبب قلة التساقطات المطرية وحالة الإجهاد المائي. فهاد السنة هادي تخذت ترتيبات واستعدادات اللي كتصب كلها في دعم الفلاحين، لا بالنسبة للأسمدة ولا بالنسبة للبذور. وهذا غادي يقدر يبشر بالخير، خاصة وأن نطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا نافعا. من بين النقاط أيضا نقطة ديال العرض اللي تقدم به المدير الإقليمي للتجهيز والماء، واللي تتخص برنامج عمل ديال المديرية الإقليمية، واللي من خلاله السيد المدير شرح مجموعة من النقاط اللي كتخص الطريق الوطنية، التوسيع ديال الطريق الوطنية كلها اللي كتمر على الإقليم ديال خنيفرة، بأنها غادي توسع ل 8 ديال الأمتار. وايضا الطرق اللي كتدخل في البير دي تي اس، البرنامج ديال تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه. واخيرا النقطه اللي تداولها المجلس، النقطه اللي كتهم القطب المندمج للتكوين في المجال الطبي والشبه الطبي، واللي استمعنا للشروحات ديال السيد المدير الإقليمي للصحة، واللي من خلاله أعطى شروحات اللي كتهم المستوى ديال التقدم ديال هذا المشروع. شكرا. المهدي عاصف، المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة. فهذا الاجتماع ديال اليوم كيندرج ضمن الدورة العادية للمجلس الإقليمي، حيث تم عرض وتقديم مجموعة من النقاط المهمة، من بينها التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف المدير الإقليمي للفلاحة للموسم الفلاحي 2024-2025. لكن قبل، لابد أن نشير على أن الموسم المنصرم كان موسم جد صعب نظرا لنقص في التساقطات المطرية، وكذلك توالي وتراكم سنوات الجفاف.
إلا أنه بفضل الحكمة ديال السيد العام المحترم وكذلك بفضل جهود ديال وزارة الفلاحة وبفضل المجلس الإقليمي حيث تم إبرام واحد الشراكة اتفاقية شراكة بين المدير الإقليمي للفلاحة والمجلس الإقليمي حيث تم تنزيل البرنامج الاستعجالي للنقص من آثار الجفاف الذي كان له واحد الوقع جد إيجابي على الساكنة القروية من حيث التزويد بالماء الصالح للشرب وحماية الرصيد الحيواني. أما بالنسبة لهذا الموسم الحالي فمجموعة من الإجراءات والتدابير تم اتخاذها من طرف المديرية، فمثلا استمرارية حث الفلاحين على اعتماد تقنية الزرع المباشر لما لها من آثار إيجابية سواء على المياه الجوفية وعلى التربة، وكذلك مواصلة دعم الاستثمارات الفلاحية في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وكذلك الاتجاه هذه السنة إلى مشاريع مهيكلة كبناء سوق تضامني لتتمين المنتوجات الفلاحية وتسويقها، بناء سوق الماشية بأقلموس، وكذلك تهيئة المجزرة العصرية. هذه البرامج من فضلها أنها يكون عندها واحد الآثار جد إيجابية لا من حيث الرفع من جودة المنتوج الفلاحي المحلي وكذلك رفع دخل الفلاحين. وفي الأخير كنبغيو نشكرو السيد العام المحترم وكذلك كنشكرو جميع المتدخلين على رأس المجلس الإقليمي اللي هو فاعل أساسي، وما نساوش الدور ديال الفلاحة اللي رغم الظروف المناخية الصعبة تمكنوا من الصمود وتمكنوا باش يجتازوا هاد الصعوبات وتمكنا الحمد لله باش ندوزوا موسم فلاحي ناجح، ونسأل من الله عز وجل أن يسقينا بأمطار الخير باش يكون موسم إن شاء الله جد مزدهر وناجح. وشكرا. مرحيم عبد الكريم ناصر، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخنيفرة. في إطار الدورة العادية للمجلس الإقليمي بخنيفرة أبرزت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المجهودات اللي كتقوم بها في الشبكة الطرقية بالإقليم. كنتكلموا تقريبا على واحد البرنامج ديال 2024 27 كيلومتر بواحد التكلفة إجمالية ديال 110 مليون ديال الدرهم، إضافة إلى منشأتين فنيتين على واد غومانة وواد كت بواحد التكلفة ديال 27 مليون ديال الدرهم، إضافة أننا أبرزنا البرنامج المستقبلي لسنة 2025 في إطار برنامج الصيانة الطرقية ممول من طرف وزارة التجهيز والماء. كنتكلموا تقريبا على واحد 94 كيلومتر من الطرق المصنفة بواحد التكلفة إجمالية ديال 316 مليون ديال الدرهم، إضافة بطبيعة الحال إلى واحد المنشأة فنية على واد صرو واحد التكلفة إجمالية ديال 18 مليون ديال الدرهم. الهدف الأساسي بطبيعة الحال هو تجويد الخدمات بالطريق الوطنية رقم 8 وكذا الطرق الإقليمية بهذا الإقليم وكذا الرفع من مستوى جودة الخدمات.